وما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال سبق الكتاب الخفين، بمعنى أن القرآن أتى بآية الوضوء وأن آية الوضوء فيها غسل القدمين، هذا حديث منقطع لا يصح عن علي رضي الله عنه. وكذلك ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يكن هناك مسح بعد آية المائدة. آية المائدة ما هي؟ آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا أيضا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه.